ماروكان دو بيش دو نافيغاسيون وكنا كنهزو خمسه ديال العسكر على قبل البوليساري وكانوا كيشدوا الباطوات اريزوني معروفه 80 87 والحمد لله دوزنا ديك المرحله حتى ما بقيناش كنا كنهزو خمسه ديال العسكر بالسلاح وكنا اوميم تو دوز جروب درون فور ديالهم جروب درون فور في البحر والحمد لله التسعينات حنا مع لا كوماناف من التسعينات حتى 2022 2012 تباعوا 17 البابور فينا هو رزقنا ورزق خوتنا فينا هما اليتامى تشردوا كل اللي تطلق كل اللي تشرد كل اللي انتحر كل اللي مسكين دابا طايح في السبيطار علم بيا الله كل اللي في السكانيل كل اللي لا اله الا الله محمد رسول الله احنا بغينا حقنا سي ما سي جي ام سي ما سي جي ام عندنا احكام باسم جلاله الملك الله ينصر سيدنا عاش الملك عاش الملك عاش الملك حسن الثاني باطو مراكش ديال سيدنا الله يرحمه وراه عزيز عندنا وغالي كينزل عندنا الموتور كيقول عنا الله يعاونكم وليداتي الله يعاونكم الموتور الكيلاس الفيلبروكا ما خلينا ما لومبان ديال السفينه ما كاينش ديما اون افون ديما زايده لقدام حنا باقيين فداء للوطن ديالنا مشينا للصومال دينا العسكر للصومال في 93 في باطو سميتو اسني مشينا للعراق فوقت العراق كنا كنجيبوا البترول فابور وكندير اعانات والاعانات ما خلينا ما درنا في هذه كنوقفوا ليبيا ونزيدوا بالنهار ونوقفوا بالليل وبالنهار السفينه ديما الى الامام والرحله الملك السلام عليكم انا واحد ضحيه من مع الضحايا ديال الشركه كوماناف سي ام سي جي ام اللي تخصصات في 2007 2008 ولحونا في 2012 كاملين طردونا بدون اي داعي ما عطاونا حتى شي حاجه لا حقوق ديالنا لا حتى شي حاجه ومن ذاك الوقت وحنايا تناضلوا لحد اليوم اللي كل واحد انا واحد من بعدها انتم كتشوفوا حالتي بلا ما نقولها لكم لا اله الا الله محمد رسول الله راه من 2012 وحنايا تناضلوا 2000 تصابيت بزاف الحوايج اضرار نفسيه بزاف الحوايج ماديه بزاف الحوايج وتصابيت بلا مينانجيت اللي خلاتني انني تصاب بشلل نصفي ومن ذاك الوقت وحنايا تناضلوا باش ناخذوا حقوق ديالنا نناشد صاحب الجلاله نصره الله يوقف معنا في هذه الوقفه هذه وقف مع الناس هذو وحنايا كاملين باش ناخذوا الحق ديالنا ان شاء الله في هذا ما حتى واحد ما تيسمع لنا حتى واحد ما عطانا حق ديالنا 10 سنين هذه هذا لا عاش الملك والله يدير تويت الخير لينا جميعا لجميع امه محمد ان شاء الله.